الشعب بقى على الحديدة يا مولاي، عايز ايه بعد كده؟ عايز الحديدة. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية ومطالب الناس مهما حصل، ومش هيحصل حاجة للدولار يعني، لكن بقول مهما حصل للدولار، انت الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا. رخص الاسعار يا ريس، وانا عارف انك اصلا مش مهتم بينا، انا عارف ان احنا اصلا مش بالحسبة، انت حاططنا في حسبة دفع الفواتير فقط لا غير، فواتير البلد، الفواتير اللي الناس كلها بترميها على الغلبان. احنا خلاص جبنا اخرنا كده يا سيادة الريس، واحدة واحدة علينا، انت عايز تعمل على عيننا ورسنا، بس واحدة واحدة بقى على الناس بقى على الشعب، اتفرم افتحوا لنا شوية شغل، افتحوا لنا مجال نشتغل فيه، يعني بنبني كباري وما بلاش ما بنبنيش مصانع يا سيادة الرئيس، ما بنبنيش مصانع ليه؟ كباري وطرق وقصور رئاسية وعاصمة إدارية، كل الكلام ده احنا كشعب احنا اللي بندفع من دم قلبنا، حضرتك ما بيوصلناش، مش هيبقى مش بتاعنا الحاجات دي، حضرتك انت بتعملها مش بتاعتنا، بتبني في حجارة وبتقتلوا بتقتلوا حضارة. رئيس الأعلى للشرطة ورئيس الأعلى للتعليم ورئيس الأعلى للصحة، أنا رئيس الدولة وأنا ربكم الأعلى وأنا مسؤول عن كل حاجة في الدولة حتى دينها، يعني أنت مسؤول عن رغيف العيش والتموين والبنية التحتية والسكن والتعليم والصحة وتوظيف الناس وكل حاجة، فشلت في كل ده قاعد بتعمل إيه يا ب... بيجح. دول 150 جنيه باقيين من 600 جنيه علشان انشليت في رجلي ورجلي اللي جابني ورحت السوق أشتري فرخة أكلها أنا وعيالي. علشان اتعشى فراخ لعشوه وقفت عليا ب 450 جنيه، لا انا دخلي كام 450 جنيه في اليوم علشان اما اتعشى فراخ بس اصرف 450 جنيه. ما تستغربش، انا اشتريت فرخه 3 كيلو ونص، احنا اسره 6 افراد، اشتريت فرخه 3 كيلو ونص، اشتريت 2 كيلو طماطم، 2 كيلو بطاطس، 2 كيلو رز، 2 كيلو بصل، ازازه زيت، وجبت 3 كيلو قلب وبطيخ. صرفت 450 جنيه عشان اكل اكله كويسه. 450 جنيه ليه؟ وتقول لنا الحاجه اللي تغلى ما نشتروهاش؟ طب شاوروا لنا على ام سلحه رخيصه في البلد واحنا نروح نشتروها، هتعملوا فينا اكتر من كده؟